في باطن هذه الجبال الصخرية كنوز علي بابا، وفي هذه المدن والقرى المتجهمة يعيش شعب من الأكثر فقراً بالعالم. إنها أفغانستان التي تختبئ في أرضها المعادن النادرة، ويعيش أكثر من نصف شعبها تحت خط الفقر. الكنوز في أفغانستان، فلماذا يبقى شعبها فقيراً؟ من مزار شريف في الشمال إلى جبال قندهار جنوباً، ومن كابول في الشرق إلى هيرات قرب حدود إيران، تبدو خريطة أفغانستان جبالاً صخرية نادراً ما يظهر فيها اللون الأخضر، لكن ما تخفيه هذه الطبيعة القاسية ثروات بكل الألوان، تتراوح التقديرات فيها بين تريليون إلى 3 تريليونات دولار. ما الذي تخفيه جبال تورابورا وكهوفها السحرية؟ تمتلك البلاد ثروات من المعادن التقليدية الهامة. لدى أفغانستان ثاني أكبر احتياطي في العالم من النحاس بقيمة تصل إلى نحو 88 مليار دولار، وبالقيمة ذاتها تمتلك مخزوناً من معدن البريليوم المستخدم في الصناعات العسكرية والنووية والطبية، ولديها أكثر من 2 ملياري طن من خامات الحديد. هنا أيضاً مناجم للذهب وأخرى لاستخراج الرخام والأحجار الكريمة، لكن أثمن ما منحته الطبيعة لهذا البلد هو العناصر الأرضية النادرة، وهي مواد طبيعية تدخل في صناعة كل الأجهزة الحديثة، الهواتف النقالة والشاشات ومحركات السيارات الهجينة والحاسوب. تمتلك أفغانستان نحو 1.4 مليون طن من هذه العناصر، لكن الليثيوم هو درة التاج في كنوز أفغانستان، فهو ذهب المستقبل الذي تعتمد عليه الصناعات الخضراء، بطاريات السيارات الكهربائية والألواح الشمسية وتوربينات الرياح، ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي عليه 40 مرة بحلول 2040. مخزون الليثيوم هنا يقارب ثروة بوليفيا الأولى عالمياً في إنتاجه. يتفجر البترول الخام أيضاً في السهول الأفغانية الجرداء، وهناك حقول كبيرة في هيرات غرباً وهيلمند وباكتيا في الجنوب. لكن ثروات أفغانستان لا تذهب لأبناء أفغانستان الذين يسمعون عن الكنوز المدفونة في الأرض ولا يجدون إليها سبيلا. استخراج تلك المعادن والثروات الهائلة يستدعى استثمارات ضخمة، ويحتاج إلى بنية تحتية من التنقيب والاستخراج إلى النقل والتصدير، كما يحتاج إلى تشريعات لمكافحة الروتين الحكومي والفساد، الفساد الذي أضاع أكثر من 30% من إيرادات هذه المناجم، فضلاً عن محاولات أمراء الحرب وطالبان للسيطرة على الإيرادات. مع كل هذه الثروات يبقى الشعب هنا بين الأفقر في العالم. سكان أفغانستان 40 مليون نسمة، نصفهم في حاجة للمساعدات الإنسانية. أكثر من 90% من الشعب الأفغاني يعيشون تحت خط الفقر بمتوسط دخل أقل من 2 دولار في اليوم، وهنا أكثر من 3 ملايين طفل دون الخامسة مهددون صحياً ومعرضون لمضاعفات سوء التغذية الحاد مع نهاية 2021. إذا تمكنت أفغانستان من تحقيق الاستقرار واستغلال هذه الثروات، قد تصبح واحداً من أغنى البلدان في المنطقة في غضون 10 عشرية واحدة. فهل تسمح بذلك الصراعات والمنافسات الدامية على الكنز؟